أم آمنة تسأل عن السلام بين النساء بعضهن بعض أو الرجال بعضهم مع بعض، تقول كيف يكون بالمصافحة بالمعانقة بماذا؟ أخت الفاضلة أم آمنة بارك الله فيك، بالنسبة للسلام لما نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الأصل في السلام هو المصافحة، هو المصافحة. وإذا حصل مثلا شخص أتى من سفر، قدم من سفر أو طال الغيبة، المعانقة، المعانقة وهي وضع العنق على العنق، هذه معروفة المعانقة. ولكن هذا لا يعني عدم إباحة التقبيل مثلا، التقبيل مثلا يعني مثل ما يصنع النساء يقبلون بعض على الخد، الرجال مع بعضهم، لأن هذه تخضع إلى العادات، والشريعة جعلت الأصل في العادات الحل والجواز والإباحة. لكن لو أرادوا أن يطبقوا السنة، السنة المصافحة. أما إذا يعني غاب عنه، جاء من سفر، قدم من سفر، المعانقة، النساء مع النساء والرجال مع الرجال.